من جديد كل التحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء الذهاب ما بين الاهلي وفريق الحرس الوطني بطل النيجر بتعادل ايجابي بهدف لكل فريق، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن سامي مصون المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن سامي مرحبا بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، تحيات الكابتن ايمن شوقي وضيوفه. مباراه نتيجه قد تكون مرضيه لينا، بدنا بحقق تعادل ايجابي خارج ملعبي، نتيجه مرضيه، لكن الاداء ما كانش على يعني المنتظر او المطلوب، خاصه ان انا بطل افريقيا، عارفين ان في ضغوطات صعبه، حراره الجو، ارتفاع الرطوبه، ارض الملعب كلها عامل حدت النهارده من الاداء اللي ما ظهرش بالصوره المطلوبه. اعتقد طبعا تحدي كابتن ايمن ضيوف، ونفس الانطباع اللي انت بتقوله برضه نفس القصه بالنسبه لنا، يعني اعتقد الاداء ما كانش احسن حاجه، لكن انت عارف المباراه اللي زي دي مهم جدا ان انت تعمل نتيجه ايجابيه. يعني اتكلمت انت على ظروف الملعب ودرجه الحراره والرطوبه العاليه، لكن ما اتكلمتش على نقطه مهمه جدا، يعني السكواد اللي متاح بالنسبه لنا، كميه غيابات طبعا غير طبيعيه، سواء اصابه، سواء اللعيبه اللي هي خرجت من القايمه، سواء اللعيبه اللي هي مقيده ولسه ما اتسجلتش، فكان متاح بالنسبه لنا احنا اول مره عندنا ثلاث حراس النهارده في القايمه، يعني ما كملناش ال 20 لعيب. عندك حلول خصوصا في الجزء الهجومي قليله جدا بالنسبه لنا، فكان صعب جدا يعني اللي انت تعمل نفس الاستمراريه بتاع الاداء يعني. لكن في الاول والاخر برضو اعتقد كان احنا جايين، والراجل اتكلم في النقطه دي مهمه جدا، ان احنا جايين نكسب، ودي حاجه مهمه جدا وحاجه طبيعيه، بطل افريقيا ومحقق البطوله مرتين ورا بعض، وبنامل ان شاء الله ان نحقق ثلاثيه، وتبقى اول مره في تاريخ النادي اللي احنا نحقق ثلاث بطولات افريقيا. اعتقد اللعيبه كانت مركزه، لكن اعتقد برضو ظروف المباراه والجو، ان يمكن انا واقف معاك اهوت وانت حاسس بالرطوبه عاليه جدا، وحاسس بصعوبه الملعب، ارضيه الملعب، يمكن الاتحاد الافريقي قرر برضو ان ارضيه الملعب ما تصلحش لا تلعب مباراه فيها دوليه، فاعتقد دي مش مبررات، لكن اعتقد دي عوامل لازم هتاثر بيها ولو بجزء بسيط يعني. لكن في الاول والاخير انت عملت النتيجه اعتقد اللي هي مرضيه، ان شاء الله تساعدنا في مباراه العوده، والاهم اللي انت تحقق طبعا ان انت تصعد يعني، وده الاهم يعني. اعتقد الحمد لله، عارف ان الاداء مهم جدا بالنسبه لنا، لكن اعتقد الحاجات اللي انا اتكلمنا فيها والغيابات والحاجات العوامل اللي احنا اتكلمنا فيها دي اعتقد يعني اثرت لو جزء بسيط يعني. لكن في الاول والاخر برده كان ممكن تخرج سهل جدا كسبان يعني، اعتقد ضربه جزاء واضحه جدا لاكرم توفيق، لكن انت في افريقيا اعتقد صعب حكم يديلك ضربين جزاء في ظروف زي ديت، لكن عشان كده دايما بنقول الفار مهم جدا يعني. نقطة مهمة اللي حضرتك بتتكلم فيها كابتن سامي، ممكن يكون عندي عدم رضا عن الأداء، لكن ده ما يمنعش إن أنا آخد حقي، أنا كفريق محتاج آخد حقي، وجود الفار في الأدوار دي مهم جدا، ومش لازم استنى للأدوار الإقصائية. طبعا مهم جدا برضو، غير ضربة جزاء، أنت كان عندك فرص برضو يعني، أعتقد إن شريف كان عنده فرصتين في الشوط الأولاني، طاهر كان عنده فرصه الشوط الثاني، اعتقد كانت مهمه برضو، كانت ممكن تحسم المباراه يعني. لكن في الاول والاخر انت بتلعب وتعمل اللي عليك، اوقات ربنا بيكتب لك توفيق، اوقات بتبقى الدنيا يعني مش زي ما انت بتتمناها، لكن في الاول والاخر الحمد لله اللي انت عملت نتيجه ايجابيه، وده الاهم بالنسبه لنا، وان شاء الله الاداء كده كده هيتحسن مع رجوع اللعيبه المصابين، عندك شناوي وعندك وحيد وعندك متولي وعندك قفشه وعندك حسين شحات، والناس اللي لسه مش مقيده، حسام حسن وبيرسي ولويس وكريم فؤاد، فاعتقد يعني كل دي اعتقد يعني تدينا قوه وتدينا استمراريه في الاداء طبعا، وده اللي ان شاء الله اللي احنا بنأمله الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن سامي، قلتوا ايه للاعبين ما بين الشوطين؟ لان كان في تباين اداء ما بين الشوط الاول والشوط الثاني، وقلتوا ايه للاعيبه بعد المباراه؟ هو الراجل اتكلم طبعا اللي احنا عاوزين نحسم المباراه بهدف تاني، لان مهم جدا ان انت برضه عشان تستريح مباراه العوده، وده اللي الراجل اتكلم فيه يعني، وده اللي احنا كنا نامله يعني ان احنا نحسم، وجات لنا فعلا الفرصه ديت اللي احنا نقتل المباراه يعني بهدف تاني يعني. لكن في الاول والاخر برضه اللعيبه ليها عذر برضه، اللي هي زي ما قلت لك درجه الحراره صعبه، يمكن انا واقف انا وانت انت حاسس بدرجه الحراره يعني، لكن ده مش مبرر برضو، لكن اقول لك من الحاجات برضو اللي سببت في ان الاداء الشوط الثاني طبعا بيبقى اصعب، هم متعودين طبعا على الجو دوت، وجو اصعب، بيلعب بطل افريقيا، بيلعب عاوز يعمل اقصى حاجه بالنسبه له، لكن برضو في الاول والاخر الحمد لله ان احنا يعني انت عملت نتيجه تعتبر في الكوره ايجابيه يعني، حاجه طبيعيه يعني. مهم جدا لما انا في ملعب زي ده واجواء زي دي اطلع بنتيجه تعادل ايجابي، وايضا ما عنديش اصابات، ده نقطه مهمه جدا. بص طبعا، وده اللي برضه كنا احنا خايفين منه جدا يعني، ارضيه الملعب يمكن كنت انت معانا امبارح، ويمكن شفت يمكن كلنا قعدنا نحاول نصلح ارضيه الملعب، سواء ان احنا نحط بقى رمل او نكلم الناس المسؤولين اللي هم يقدروا يصلحوا الحاجات دي، لان كان فيها حفر كتير جدا جدا يعني في الملعب،
يعني. لكن في الاول والاخر برضه اقول لك يعني الحمد لله ماتش وعدى، ولكن ان شاء الله عندنا ان شاء الله الاسبوع الجاي مباراه نحسمها ان شاء الله باداء كويس ونتيجه كويسه، وان شاء الله تكون دي بدايه انطلاقه لينا ان شاء الله. كابتن سامي وبالتوفيق في الجاي باذن الله. شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي عقب نهايه اللقاء الاهلي والحرس الوطني في ذهاب دور ال 32 بتعادل ايجابي بهدف لكل فريق. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي.